رجعنا مع عبد اللي. رجعنا مع عبد اللي شو تايم. قبل ما نقدم لكم فنان تونسي تحفون برشا باش نشوفوه يغني ونحكيو معاه، نحب نقول لكم اللي يحب يربح كرهبة طيارة دمدومة فيات باندا ايزي فيها برشا اوبسيونات باش تخرج من هنا جمعتين اخرين. اتونسيون باش نقول لكم جمعتين اخرين باش نعرفوا الرابح نتاعها. دونك انت اللي تتفرج توا تنجم تكون انت الرابح وتربح كرهبه ذي جوست بميساج واحد ولا بعض الميساجات. ابعث حرف ا على 85 899 وابعث اكثر من ميساج باش تقوي حظوظك. وتوا نحب نقدم لكم مغني فنان شعبي ولا نجم وغني على التعريف من نجوم اللي قاعدين يجيونا ويتردوا علينا في عبدلي شو تايم لانهم عندهم ما يقولوا لانهم محبوبين ومطلوبين ونحن نقدرهم. نستقبلوا مع بعضنا وليد صالحي. Aman 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 قداش صاحب فلوطة شيان يا عمري شيان قداش صاحب فلوطة شيان وقداش صاحب بالفلوس حسابها وقداش صاحب في غيابي كان يا عمري كان قداش صاحب صانها ومحسبها قداش صاحب في غيابي كان قداش صاحب صانها ومحسبها وقداش صاحب كان عز رجال قداش يا عمري قداش صاحب كان عز رجال وقداش قداش 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 صاحب صحبتك خرابها هذا كلامي ليكم يا رجال هذا كلامي ليكم يا رجال هذا حكاية صالحي مجربها أمان أمان أماني يا لا لا ويا لا لا يا لا لا ويا لا 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 ويا لا لا يا لا لا ويا لا لا يا لا لا ويا لا لا قلبي خلاني في حالة يا لا لا ويا لا لا قلبي خلاني في حالة
صالحي ومرحبا بالفرقه الدمدومه القمقومه. كل ما تجينا لهنا وتجيونا تحفلوها بالقدا. عايش خويا يلطفوا بك اكثر يا خويا. ونحن يسرنا وجودك لانك ابار نحن نقدروك ونحبوك في البرنامج هذا، الجمهور يحبك وينتظرك. ربي يعز قدرك وقدرهم وان شاء الله الواحد يكون على قدر المستوى يا خويا. ما نجمش ديجا ما نديماريش خاطر ثم حاجات مستانس نطلبهم بعد ما تسخن الحديث والدنيا. موال عطاير عطاير مادامك سخون وما زلت وانت سخون. موال حاجه في جديد. موال حاجه في جديد. حاجه في جديد اي نعرفك خاطر صوت ودنيا وكل شيء. أمان 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 أماني أمان 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 أماني أمان أمان أماني يا دلادي يا صاحبي نقصوا هالعشرة واللي بيناتنا واللي بيناتنا نقسموا هشطار يا صاحب يا صاحبي نقصوا هالعشرة واللي بيناتنا واللي بيناتنا نقسموا غشطار من العشرين تصح لك عشرة وانتي انتي بيناتهم اختار انا حطيت لك كل خير فوق الصفرة عينيك ترشكوا في اخواتي جهار امان امان يا خاين يا غدار عينيك ترشكوا في اخواتي جهار اه يا صاحب يا غدار عود النبك ما يجيب حتى ثمرة وعود التفلة ما يجيب حتى ثمار امان 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 أمان أمان أماني أمان 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 يا دلالي يعطيك الصحة روعة معلم باهي شو تسمع في الحديث تو ريت اليوم دخلنا طول هات المركز تاعك بالجوش جوش دروات معطت الأيام الأيامات عملت برشا باكو سنة منين يا أخي أنا بطلة كيفاش؟ كيفاش بلاد بطاله والناس في ازمه وفنانين دوروا ليه؟ وانت شان يوتيوب شهر ونص ورا بعض وتهبط في الكليبات والدنيا يا خويا اول حاجه ساعه عندي في الرصيد نخدم ديجا معروف اللي انا ديما نخدم ونستوكي هذه دو ان دو وقت اللي تجي عمل وتجي خدمه باش نخدموها عندي رجال اللي تحبني وتدللني وتجي توقف معايا
تو سامبلومون تو سامبلومون. اي خويا وعادي انت شهر ونص كانك بالعاني معناها كانك وقت الدنيا راقده انت برجولي كل شهر ونص كليب برجولي ابكي على ابكي على البقره مثور حراث تو عمر نتاع تمحريث تاع خدمه كي نكبر وبعد واحد ما عادش ينجم يولي يتبع الناس قول انت فرصه مدام الناس كل راقده تو معناتها عمري نجم مش راقده لا مش مربوطه بالنوم كل حد دبر راسه هو اللي يحب يرقد يرقد يحب يخدم يخدم انا نخدم ما نجمش نقعد قاعد فهمت لطفي ما نسميش علاش نقعد قاعد وقت اللي نجم نخدم يمكن عندي استوديو مسهل لي التسجيل مسهل لي فهمت وما عنديش ما نعمل انا هذيك وغرامي موسيقى باهي انت خدام كيما قاعد تحكي ما تستناش لكن زاد من الفنانين اللي عاملين اسم ويقولوا كلمتهم ما يخافوش خاطر فما فنانين كي يوصلوا يعملوا اسم يقول لك يا خويا فك عليا توانا نولي يلزمني نعجب الناس الكل بزايد جمهور بزايد خدمه وما نحبش شكون يتغشوا عندهم الحق راهو ما نلومهمش انا هكاك في احيان وفي مواقف زاد شنو هكاك في احيان في مواقف في احيان انت ماكش هكاك لكن في احيان وقت اللي يستوجب الامر باش ما ثماش علاش تتكلم تسكت اي وقت اللي يلزم تتكلم تتكلم تقولها ما تخافش نقولها على شنو باش نخاف اذا كان باش نخلي له يركب لي الجيم معناها عبارة قلت له ركب لي البردعة من تالي سي بون إذا ركبت الجيم في فمي ناقصة بردعة كل إر لكن لاحظنا المدة الأخرى فما شكون كلاشيك جاوك كلاشيت فما فنانين إعلاميين أعطاوك ضربات خفافة كلاشاوك وين ما شنو المشكلة معناها وين شبيني ما جاوبتش أنا باش نعطيك فرصة باش تجاوب لا معناتها أنا شبيني ما جاوبتش باش نعمل لك روبريك قالوا عليك وأنت جاوب كيما تحب برا اه برا ما يسالش ومسؤول على كلامك الكل وانت اي انت مسؤول على سؤالاتك ولا مسؤول على تصريحاتي اكيد الاولاني حموده الاسمر ايه قال وليد الصالحي هو المستفيد من دخولي للحبس في قناه الحوار التونسي ما انت باش نجاوبو لا تعمل باش تجي عليه باش تجاوب عليه الريحي ما جاوبه هو اللي قال علي ما ثم حتى حد يستفيد بمشاكل عباد بار اكزومبل انا كي تعدى مع الهادي تعدى نورمالمون هكا اي معناتها انا كان جيت في بلاصتو نحاول اني نستغل الباساج نتاعي في مشاريعي الخاصه في موزيكتي في نحكي في حاجه تفيد شنو اللي يخلي اليوم فنان يقول هكا؟ ما نعرفش ما انت كل حد يعبر على مستوى تو سامبلومون هو حب هكاك يقول هكاك مالكش انت نجوميتك طلعت في الفتره اللي هو في الحبس عليه هو في الحبس 2004 انا نخدم من 2003 قلقتك الجمله هذه لا جميل. بصراحه والله لا والله بالعكس ولا هنا في البرنامج عم نروحك ما والله لا جا نخرجوا للشارع انا لهنا راه في التلفزه كل حد ينجم يقول اللي يحب راه انا هكا مربع مترو على الشر مترو والناس الكل تسرح وتنظر وتقول شنو تحب الشارع هو الفيصل ما بين الناس نخرجوا لبرا وسقينا في الركاب ونفهموا الناس شنو تتكلم ونفهموا كل حد وحجمه كل حد وبلاصته أنا ترى أنا نعيش وسط العباد وراهو الدنيا ذي كلها باش توفى ويقعد الشارع التونسي ذاك والمرشي والحوم والزناقي والكياسات وتقعد هذيك خويا تتحرك. عبد الرزاق الشابي. فهمت علاش الناس هذوما كانوا قاعدين وبعد تلموا الكل مع بعض. والله العظيم لا نعرف. به وليد الصالحي طلع بالدزان في قناة حنبال، وليد الصالحي طلع بالدزان. الدزان منين على جنب من تالي من قدام منين الدزان؟ ما لازم نعرف الدزان ما باش نفهم انا شكون يدز هو ثم شكون اخر معاي شنو نعمل له معناتها توا بالعمر لازمني نقدره بالكارير لازمني نقدره بالعلاقات الطيبه اللي صارت ولا جمعتنا في يوم من الايام ولا ليزيميسيون اللي تعديتوا معاي لازمني نقدره شنو باش نجاوب؟ ما عندي ما نجاوب ونقول له ربي يهديك وبالدزان من غير دزان انا ناجحين ما الحمد لله انت هيك هو شكون اللي دز معك ما فما حد دز معك هو ان شاء الله في تصريح واحد اخر وين هي الكاميرا بلا يقول لنا شكون دز وكيفاش صارت الدزه وما على ما طحت شي ملت شي هكا خاطر طويل نجم دز هكا نطيح طيح الدار هو... ما نتش باش نقول له بجاه ربي شنو باش نقول تتمقع في برنامج كيف نكايه محترم يا خويا هاني ساكت ها علاش 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 يوصل توا عبد الرزاق الشابي اليوم حتى كان قالها فيك ممثل مغني نفهمها كونكورونس شواصل انيماتور اليوم يجي على مغني يقول فما حكايه والله فما ثم فازة والقران والرحمن لا ثم حد شيء اصحاب تعرفوا بعضكم اكيد اي مش اصحاب معناتها اصحاب مي على الاخر انا اصحاب بالاقدار وشنو حوالك سي عبد النعيط وسي عبد الرزاق تعديت معاه في برامجه تعديت معاه برشا مرات اي بالكش هو المقصود كي عداك في برامجه عطاك دزه هكا
ينجم يكون يا اخويا كل حد مسؤول على تصريحاته. انا بالنسبه لي النجم نجاوب والنجم نسب والنجم نعارك ونقد العرك ونخرج لبرا نعمل العرك، مش مشكله، ما نعرف وين نعمل العرك ونعرف مع شكون نعمل. تو بار اكزامبل عبد الرزاق شيبي نتاع عرك مستعرك، انا انسان محترم كرافات على المشابه تاع المناشد. احنا نقراوها اوترومون، ما حبيتش نقرا انا، لا نقراها انا انك بتاتر فتره ما كنت ديما تتعدى معاه، كي وليت نجم وستار ما عادش تمشي له. لا انا ريتها كنت نتعدى معاه، ما ثماش ايميسيون تعديت فيها مرتين في العام، مر كل عام نعمل انا موجود معناتها. أي. كل عام ايميسيون كل عام مره. معناها عبد الرزاق شابي جامي تشوفني انت معاه في ديمانش حنبال مثلا تشوفني مرتين في العام، مستحيل. معناتها ميرسي بيان اللي تعديت معاه، ومرسي بيان لكل واحد عمل معايا الكرام، عمل معايا الواجب، ما مش دزين ودزيتني ودزيتك. طلعش يدز لي طلعش يدز لي ليكورد فوكال هنا دزهم باش غناو. انت تشوفوا تثبت معاه كلمه، انت كان عندك ثبت معاه شنو والله ما ثبت معاه، طلعش من هنا دز هكا خرجت الموال الفلاني. صوت حصل لك صوت يمكن تصريح غريب من انسان نعرفه صاحبي خويا محمد الجبالي. كيف كيف وليد الصالح يسجل غنية عمل فيها صاحبي وعملها كليب من غير ما يشاورني والنجم نقدم به قضية. اي محمد جبالي صاحبي ونعرفه عاقل. اي ما ينجمش يتبلى على عباد هكاك. ما نحبش نقول يتبلى بقدر ما نقول ربي يهديه وكهو. تو انا صرحت قداش من مرة نصرح، وريت انا الوقت اللي لانسيت الغنية لانسيتها بحذاك لهنا معناتها سو فورم تاع موال، وقلت لك وقتها خذيتها من عند محمد الجبالي وموجود الفيديو انا وياك وقتها مازال موجود لتو، والتصريح نتاعي موجود. قلت لي خذيتها من عنده، قلت لك مدها لي هديه وما تكون الجيست نتاعو كان من عند فنان كبير وفنان متخلق على الاخر. هو يمكن تجاوزهم هذوما الكل. حكيت وصرحت قلت راني انا معناتها مهما صار خلاف بيني بينه يبقى اللي صرحت به قبل اللي نحترمه ونحبه ياسر وقامه فنيه مما لا شك فيه وانسان معناتها نيفو عالي ياسر وانا نحبه برشا ونقدره برشا، مش باش يفسد من الودي قضيه، لكن يا خيبه المسعى التصاريح اللي عملهم فيهم جانب كبير ياسر غلط، والتصاريح اللي عملهم حب شيطنها الحكايه. وليت انا ما شاورتش، وليت انا ما خلصتوش، وليت انا اي انت شاورت خلصتو؟ دي انا عطيالي كادو بشهاده سلاح طرابلسي الصحافي وحاضر هو همزه الوصل وصرح وتخلى معانا في الديريكت في الراديو الاول والثاني وهبط دي ستاتيو معناتها في الكونت نتاعه وتاقاه هو وتاقاني انا معناتها. بالكش كي نجحت الغنايه يمكن يا خويا وفما كليب يقول لك هاو عنده الامكانيات، علاش ليه؟ يا خويا كيفاش فسرها ما الله اعلم، اما انا عدم وجوده في التسجيل وعدم وجوده في التصوير سيرتو التسجيل هو المشكله كامله في التسجيل، انه صارت في بريود كوفيد والموزع هز الخدم الكل معاه للدار باش يقصر معناتها الكونفينمون، وكا شاك جور ياخذ غنيه من جمله الغنيات اللي وزعهم وشيخ عليهم هي عامل فيها صاحبي. معناتها احنا في الكونفينمون هي حضرت في دار الموزع، من بعد دو سيونس يمكن سيونس نتاع صبيت صوتي وسيونس اخرى نتاع صبينا في ما نعرفش شنو صبينا اله في بيلي لايف هكاو، يمكن احنا معناتها من الكونفينمون اللي صار ما جاش في بالي باش نكلم ولا باهي اسمعني يمكن في تقصير. هو صاحبي وخويا، حتى انا صاحبي وخويا وانت صديقي وجين هنا ونقدر. اي كيفاش نجموا نصلحوه؟ ما خلانيش نكلمه، انا نورمالمون انا صغير نكلمه ولا توا محمد قاعد تكلم فيه هاو من الاخر كلمته زاد في ميسيون واحده اخرى وكلمته وجهت في ميسيون نتاعي. خويا هو صاحبي قدرني ويحبني خويا تعشر عشرة انا هاي شنو المطلوب مني؟ ما نعرفش اذا كان ثم حاجه انا غلط فيها نقدم اعتذاري بمحبه مش بحاجه اخرى، اذا كان حب ربي يهديك ارجع بالتوالي هانو ثم سي سلاح طرابلسي راني واخوها من عندك هديه ما ثماش علاش انا ما خلصتش العباد، هذه اثنين. ثلاثه تبقى ديما استاذنا، تبقى ديما فنان كبير وتبقى ديما نحبك ونقدرك، ماهوش باش يفسد للودي قضيه اي اشكال صار، ان شاء الله ربي يهديك ويهديني ونتلموا ما ثم حتى مشكل. حاجه اخرى تحب تتعدل القضاء ما نجم نقول لك حتى شيء كان ربي يهديك. انتو لي كا ما نصورش كان الميساج خايب محمد جبالي نعرفه قلناه مش اول مره، لا مش اول مره قلنا محمد ما نصورش كان اكثر من ميساج هذايا وربي يصفي القلوب على بعضها. أمين محمد أمين. فنان كبير وانت اليوم فنان كبير زاد ربي يكبر قدرك ونحبكم كاخواتي الكل. انا صافي صافي انا ما عنديش حتى مشكله. خلاف نعرفوا فنك وعندك غرام اكتشفنا مع محرز حسني غرام اللي عندك الخيل
اللي تربيه الحصنه وال لا ركوب والفروسيه اي ركوب اي ركوب ركوب الحصان و ليكيداسيون من صغرى نحب الخيل انا صغرى نحب الخيل الفن والموسيقى ما خلتنيش وقت باش ما خلتش معناتها باش الواحد غرام يحب له برشا وقت وبرشا فلوس فلوس للي يملك نحكيوا على الكسيبه لما الغرام مش مربوط بالفلوس الغرام حتى تمشي فرايجي كل نهار حد ولا كل سبت حد تسمى مغروم فهمت ما يشدك على غرامك حد الملك كيكا معناتها كيف ينوب عليه ربي الواحد ما ثماش علاش باش ما يخوش ولا ما ينفستيش في غرامه اما قعدت محبه الخيل ومحبه الفروسيه بصفه عامه قاعده تسري فيه تسري فيه العبد معناتها من داخل توا يمكن كي الواحد بدا عنده كلمنا عن نهارين ثلاثه في الجمعه كي يلقى فضوى يخطف روحه معناتها باش هذا هو نشوفوا الفيتيير غرام ستار مع محرز حسني ووليد الصالحي روبريكنا مازالت متواصلة من غرام ستار واليوم الغرام نتاعنا كما شفتوه ما شاء الله اللي هو ركوب الخيل أما زعما شكون الانفيتي نتاعنا نقول لكم ولا تعرفوا حد دونك تبعونا باش نشوفوا شيطان بلاني بيك الله وليد الصالحي وغرامه في ركوب الخيل قاعدين توا في وسط البلاصه الحلوه هذه وقاعدين نكتشفوا في الغرام نتاعك والله هبله هي شو نحاولوا الماكسيموم الوقت الوقت اللي نمنعوه نحاولوا نعملوا حاجه هكا اللي تنجم هكا انا نحكي على روحي تنجم تفرهدني تنجم تخرجني من موندو الموسيقى تخرجني من موندو الضغط خاطر برشا ضغط والله انا هكا معناتها حبيبتي مهبليني بالخيل من وقتاش عاد بدا الغرام هذا ركوب الخيل والله هو غرام من الصغرى شكله غرام من الصغرى تبقينا القصان والفتره هذه اللي تعدينا توا معناتها بتفدليك توا 17 18 عام معناتها موزيك يمكن الموزيكا والخطاوي اللي قاعدين نخطاو فيهم هم اللي بعدوك على غرامك أتمنى ما تحسوش الغرام هذاك ومن كاسح شوي ماهوش معناها كاسح ماديا خاطر بسوس تشري معناها جواد عربي اصيل كيف انا كيك ومن ساكوت بكو درجون احنا حكينا على الغرام ما حكيناش على الملك معناها جوست هكا هاو معناها تشوف بعينك تشوف بعينك كمام يلزمك غدو الحي يكون عندك زاد يكون عندك معناها زي اللي نتاعك باهي معناها اللي كنت خاصه بيك حتى تخليها لاولادك نتصور هكا اكيد اوبجيكتيف هو ديجا تقول انت بعد ثلاث اربع غنيات باينه كي وثلاث سهريات تشري تشري حصايد البنوته هذه اسمها كليله ود الملك البنوته الشباب العاقله هذه جوك باهي امورك منظمه فروسية حاجة مزيانة حاجة طيارة على الاخر وعليه غدو الحي نجم يجيك كليب تنجم تصور معناها تكون فارس في كليب وقال تنجم تكون حتى في مسلسل انت توا ماك بتفدليك قلت والله نحضر توا الكليب الجاي باش نكون فيه فارس ونعمل فيه معناتها توا نعملوا فيه دي سيونس ونعمل فيه ديكور للركوب باش ما ناكلش تيحه خايبه وما نجيش على فارس مش نركب الحصان فارس فارس معناتها نكون في نجم نورمال باش غدو الحي كي تفوت في الايماج معناها في الايماج تبان قدام العباد اللي انت معناها تميتريزي بيان بخلاف حتى الايماج انت كان ما تميتريزيش تطيح تاكل على راسك معناتها وراني ديما نعاود كراسة صاحبي حموده معناتها هو مور البقعه هذيا هو اللي معناتها ديما يلزم يقول لي يدي ايجا نقول له راني ما نلقاش وقت المشكله كل في الوقت راهو انا كي ما لقيناش وليد في الفستيو وربحني هو جابني معناتها اذا ما لقيناش وليد في الاستوديو ما لقيناش وليد في الحفله نعرفوا راه ولا نابح ما عندي وين نمشي هي. هذا يوم اللي بليزير نتاعك هكا تجي تشيخ تركب السرج نتاعك تخرج تعمل الدوره سي بون تتفرهد تنسى هموم الدنيا الكل هكاك اخويا هكاك نجي نتفرهد ثلاثة ايام في الجمعه هذا ما ينقصك احلى والديسبونيبيليتي قلت لك بزهرك حتى حد قلت لك بزهرك انت ولا لا يعطيهم لك حد كان ربي ما شاء الله ما شاء الله وبزهرك انت يعني طول النعمه ساعات نحس يا غيبة صاحبي يوسف وبره يا غيبة صاحبي يوسف
توين باش تهزنا تو ان شاء الله؟ توا نمشيو للكوتش ونعملوا جريه ونعملوا ركبه مزيانه. قلت لك بزهرك انت نحضر في الكليب انا جاي. سأنتقم منك ولو كان هذا آخر يوم في حياتي. أين أنت يا وليد؟ سأنتقم منك. سأنتقم منك. سأنتقم منك. سأنتقم منك. شش شش طيب زي ما أصدر يا نار عليك. اسمعني أقول لك حاجة. يا نار عليك يا محر. شاشك نحط حاجة في مخي راني نتعلمها معناها عادي مرة نضرب شايرين هكا كل يوم نجي لهنا شاير خويا حتى مش يا ودي شايرين نجي للكلوب تو بشوية بشوية غدوة الحين تلقاني ما شاء الله على ما شاء الله علي. صح عليك. دونك بالنسبة اللي تفرجوا بالنسبة للعباد اللي تفرجوا فينا إن شاء الله تكون عجبتكم حلقة اليوم من غرام ستار وسيرتو خونا وليد الصالحي ومحلاه ومحلى غرام ونتقابلوا الحلقة الجاية في غرام جديد وستار جديد. تابعونا نهار الخميس في عبد اللي شو تايم في غرام ستار. هاي. حكينا على الكلاشيات في زينة. نعرف. يا زينة من الكلاشيات ومن الدنيا. توا عنا فان كبير برشا فان كبير برشا متأثر بيك هو يقدم روحه على أنه أكبر فان. إن شاء الله خير. تخافش ما نعملوش الخايب لضيوفنا راه. اي نقدموه لك ندخلوه نحكي يحكي معاه. مرحبا بيه ما حتى نشوفوا شكون هو طلب باش يجي بعدين نستقبلوا مع بعضنا الفار رقم واحد لوليد الصالحي. لقيت كان الحزن رافق بي وليد لطف عليك وليد يا خويا لطف عليك وليد يا غالي لطف عليك راني فان بيك يا انا خويا راني فان بيك لطف عليك تفرج يا لطفي شعامل في روحي تلمو فان بيك خويا وليد كوبي زيرو تفرج خويا انا ما نفرقش ما بيناتكم تو وليد الصالح انا وليد اصلح منه رد بالك خويا انت هو وليد الصالح وانت مش صالح جيب له وليد الصالح نص نص ميساج يا خويا انا نحبك يا وليد فرج شعري ومشي بكوتشوفال في ظهري راني دبرت هذيك ديما نبكي تلمو نحبك راهو يقول تروماتيزي من كلمه وليد قول وليد ترى وليد اما نسكت لي احزان احزان تشبه له سامحني يا اخي شكيت ضربه في خشمه انت شفت ضربه عندك الضربه حتى اقوى منه الضربه الضربه هذيك انا دخلت عرق عرق قدام وتشارك في المونجالا نفس التيك تفرج ها والخواتم الخواتم والدنيا لا رد بالك فان ما لبش فان سامحني انت توا فان علاش يلبس هكا هو وليده هاي. يعني نحب نعرف زاد يا خرده يا اخويا راني تلمو فان بيه قسما بالله حافظ جميع اغانيه الكل حافظهم عايشين معايا اي لقطه تصير لي في الدنيا نجاوب بغنيه وليد ليه؟ خدمت خويا لطفي شوفير تاكسي هي. وقفتني مراه قالت لي ولدي سونتر فيل قلت لها روحي الله يسهل لك ما نعيش فرد ثنية قالت لي تهزوا فيهم بالوجوه طلعت راسي مره اخرى بري يعطيك كيا ما نعيش فرد ثنية صاحبتي انا صاحبتي نطلبها خويا نلقاها وانا الطونت ترجع تكلمني تقول لي ويا حبي نقولها اليوم راجع علاش راجع عليا ومنين جاتك هالحني تطلبني في الليل تلقاني مسكر وترجع تكلمني تقول لي سامحني راني كنت نتعلم في السياق نقول لها ما لازمكش تعلم السياق انت برا 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 تعلم برا تعلم معنا الحب برا برا كي تتعلم كي تتعلمني جحب انا اخويا لحظه توا جاي ماني كي نقعد بحذا اخويا وليد يتيح لي السكر انا خاطر تلمون فان نحب مشيت ناخذ شويه كعك ورقه نسبي السكر نتاعي دخلت البلاصه مكتوب عليها مرتبه عويشه دخلت من الباب خويا ادفى ونعيشة في حضن للعويشة جيني رجلها من تلك وعويشة ما فماشي والقلب باتي بلاشي يا لطفي ودي بيناتنا بلي ما تبي أهل القص في المونتاج القص تخاص تهنى هنا مع الناس تجال بس عمو كمش خويا ساعة سعيدة هو يا عم أنا أنت هو ليه كي نقعد نحلها نغني لها
شيطانة يا شيطانة شيطانة بلاني فيك الله. اسمع هو لا هو هو وليد لا عجبك شي من لبيب. اسمعني خويا هي هو معناها كوروندير وكجو نورمال يا وليد. انا كل شيء تو الغنايات كل عايشين معايا نجاوب بهم خويا. بقات حاجة واحدة كي توجعني زرستي شنو غني لها انا؟ ما هذا كل عملتهم كان هادي ما عملتهم كان وجعت الزرسه لازم نسكتها بغنية بغنية نتاعو. القاني القاني ناخذ منها كي توجعني زرستي بجاه ربي يا وليد. غني لها عندي وجايع نار ولايع تحرق لي في كنيني تلايع على شباب اللي تعدى ضايع لبكي ودمعتي تتفيع. عندي وجايع نار ولايع تحرق لي بالراس بالقص. بص يا اخويا اسمعني بس ياسر في الليفان نتاعك راك ولا والله هو قال عندي وجايع وزرس العقل ضربت هبطت طلعت جات في الوسط. عندك انت العقل شوف يا وليد خويا واش تعمل له زرس. بارك الله فيك خويا انا فان راني مادام فان وليد اكيد ما عنديش عقل. كورونا رد بالك. اسمعني صديقي انا تلمون نحبك شرط واحد انا وخيك راه انا فان بيك وراني نحبك انا فار وراني عشت طفوله صعيبه. اي تحسوا كلي انا راني يغزمش يبكي راني خويا لطفي عشت طفوله صعيبه بالحق وما عادش كيما ندادي انا راهو بابا كان ديما يقدمني من وذني. اه يا لطيف يا لطيف وكنت ديما نحب سيمبا هذاك علاش وليد غني لي سيمبا بجاه رب بجاه رب يا وليد مالي خوك نحب سيمبا قادم سيمبا شيء يعني جبت تجمش لي فان نتاعك كل سيمبا كومي يا وليد غني لي سيمبا قادم سيمبا جاي هذه ليه والحب على وزن خويا يا لطفي باش نسهل له سيمبا غني له سيمبا الراجل مريض سيمبا جاي على وزن بعدوني عليك هاي شكل لعبه انت بجاه ربي سيمبا. هل شاهدتم ذئبا في البرية كل آخر؟ هل شاهدتم كلبا عظم يوم يدا ترعى؟ هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق شنو تزورا؟ سيمبا يا سيمبا غروا بيا وبي. هل شاهدتم ذئبا في البرية كل آخر؟ هل شاهدتم كلبا عظم يوم يدا ترعى؟ هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق شنو تزورا؟ ملا ملا غنايا وملا تضرب خويا خويا ما نوصيكش خويا وراني فان بيك وبجاه ربي شخليك شعري استحفظ عليه في برشا بق رد بك. السلام عليكم. بلا يتنك لا لا قول لي بالبق وبالواحد اش من بق جد عليك بق من بكري حطه في يديه وحطه على راسه خلينا نشوفوا الفاز. كمل هكا لا باش نولي نشبالك بالكوتشوفالي بين زاد ها خاطر انت تنجم حتى الكوتشوفال تعملوا من لا ما نربطش على لا لا ايش بك فيا منين نعرف عليك تربط على شنب هو قال لك انت تحل الشباك تسعم برشا هواء لا عاد نجم تلبسوا على شنب تسمع شو تسمع نجم دخلوا هو اللي يجيب لك في الهواء. خلينا رايفين خلينا رايفين خلينا ما نحبوش القراءات الزايده واحد غير ما تقرا بار فما نحن ناس محترفين جيست قلنا هو واللي حي كل واحد كيفاش حاب يفهم صفا هكا هاي صفا على الاخر خلي روحك هكاك ناقصه بربوش تنقدها بستيلو من بعد مش مشكله خلي هكاك باه وليد هاي سيد في فرح تعرض هي ما تضحكش اللي احكي فيها ما انا ضحكتني في فرح تعرضت لمحاوله قتل بسكينه واللي تهجم عليك هو الاكس بتاع العروسه صحيحه ولا غلطه؟ سامني منين جبتها انت هذه؟ ما دام قلت لي منين جبتها اكدت لي 60% اللي هي مش مقتل مش بالمعنى نتاع قتل هذه صارت في بقعه علينا فيها السيد بول عروس هي عمده في وقت بن علي يحكم فهمت يحكم حاسيله والبوليسيه والامن والدنيا والعروسة سيبت في الليكس نتاعها ومشيت خذيت ولد العمدة هذي ما نجمش ما نجمهمش بالعمدة وبالدنيا ما نجمهمش لكن اختار الفني انا نغني في راحة الله وكبر وطلع لي بسكينة وحاسيل وكلت بعضها ما تحكيش هذي برشا دم من على تسار تحكي بالحق والله العظيم برشا دم يدي في منطقة ريفية وبيول ومسح وسلاسل لحمة ما بين كلت بعضها يدي كلت بعضها مدرجين لعب
انت لاباس مفيد. اي نحن لاباس. تطلعش الكرد اللي عندك هذيك اكسيدون هذيك الاكسيدون. اكسيدون شنو؟ اكسيدون في الاوتورود كهرباء. كهرباء سترك ربي لاباس. دوبل فراكتور عندي من هنا. لطف على صاحبي باهي. خلينا نحكيو على جديد. ماناش ندخلوا برشا في الخنا. اللي هو الكليب الجديد اللي باش يشوفوه اليوم لاول مره واللي هو غنايه قديمه عملت لها كليب جديد. الشيطانه. هي غنايه ضربت اللي هي سوكسي ضربه ضربه ضربت بالكدا بالكدا. ضربت في اللايف. اي. بعد ما هي نجحت عند العباد في اللايف ما عنديش فيرسيون ستوديو خدمناها في ستوديو وصورناها وعملنا معناتها معناها الغنايه كمام تعمل لها كليب بعد 8 سنين. بعد 8 سنين اي. بعد تسجلت اصلا تسجلت في استوديو بعد 8 سنين. بعد 8 سنين تسجلت. اي. تسجلت في استوديو بعد 8 سنين وتصور لها كليب. وان شاء الله معناها كان واحد رزقه مفرط كان هكاك والله غنايه قالبه الدنيا سكسي. اي الرزق السايب يعلم السرقه. شنو هي اكثر غنايه تعجبك من غنايتك؟ يا قلبي لا تندم مثلا. علاش شنو ال هكاك يمكن موضوعها يمسني انا معناتها اون بيرسون تخدمت برشا شجن تخدمت بموزيكا تمسني انا ماهوش ال سمعني خويا اكستري صغير من الغنايه هذيا اللي تعجبك انت قبل ما نتفرجوا في الكليب. قلقك انا اليوم لا لا تخلقنيش بالعكس. يا قلبي لا لا تندم اللي تعدى وفات في الدنيا ما يرجع في الدنيا ما يرجع. يا قلبي لا لا تندم اللي مشى هينا ما يفيد فيه اللوم ولا الدمع تنفع ولا الدمع تنفع. يا قلبي ليش محتار انسى هموم الدنيا الدنيا واللي صار. يا قلبي ليش محتار انسى هموم الدنيا الدنيا واللي صار وعيش كل ايامك الحلوه والمراه باش يفيد ملامك لو تبكي ليل ونهار وعيش كل ايامك الحلوة والمرا باش يفيد ملامك لو تبكي ليل ونهار ما تسي اليوم يوم دمع والكنين ما توجع يا قلبي يا قلبي. حلوة بيه تفرجوا في الكليب الجديد شيطانة ومن بعد تفرجوا بعد استقبلوا مجموعة اللي خدمت معاك في الكليب نوروني ايواش نوروني خويا تفضل لأول مرة كليب شيطانة حصري في عبد اللي شو تايم وفي التاسعة في تراب السيود تنوتي غرق زينك وبعتي بينك من فوق كرسي الشرف فهبطي يا شيطانة شيطانة بلاني بيك الله شيطانة من جرحك لا ما نبرى والله خوانة شيطانة بلاني بيك الله شيطانة من جرحك لا ما نبرى والله خوانة عشان كل ملاهي ساري وليلساهي عشان كل ملاهي ساري وليلساهي نسيتي الحب اللي كان عشان كتفنا نوفنا طوعت الجيب مليان
مبروك الكليب حلو برشا هكا تحس فما سيناريو فما قصه فما اخراج فما ايفور فما خدمه فيها فما خدمه خدمنا وسهرنا عليه ووقفت معايا اصحابي بالكدا بالكدا ووقفت معايا برشا رجال وتوا نقدم لهم ريميرسيمون بعد ان شاء الله اما في الاخر كي تلقى ريزولتا حلوه التعب الكل معناتها يمشي على بيه نستقبلوا الفريق الجمعيه اللي خدمت معاك اللي دورت في الكليب منهم ولاد القناة ومنهم نجم من نجوم الانترنت فهمتني شو ولا نستبع فيه نستقبلوا مع بعضنا حنان العش رمزي هل تعلم وحلمي السلطان عسلامة ومرحبا بكم نجوم نجوم الكليب صباح زميلة في التنشيط زميل زميل تاع شنو؟ في التنشيط شنو زميل؟ دخلك في التنشيط انت؟ ما عندي حصة تجي معنا وفل تعمل لك المساطة وتروح يا خويا تويك ابار المساطة واللي هي ربي يخليها لي عندي حصة يا خويا كل نهار سبت من نصف نهار لساعتين في راديو ميدو وانا المنشط منشطة في الراديو وي وكان عجبنا وكان عجبنا تنجم تعدى جماعتين ثلاثة يقولوا لك هذاك عاد انا اسكو نخدم خدمتي ونفك بلاصتي ولا هذاك سوف يثبت انت ما زلت مع نوفل ولا مستقبل لا ما زلت تاريخ عاد مستقبل لا ما زلت مع نوفل هذا بزهرته قد ما يبلبز وقد ما ليتها تاريخ اسمع هذا قد ما يبلبز وقد ما يزيد يبسط قد ما يحلى نهار تمشي ولي اسمع نهار تمشي ولي ضامر بالحق مش يفدوا منه العباد يقول لك لا ما سلطان مرحبا بك خويا منور نعرفوك ورا انا بيرسونيلمون نتبع فيك وفان نعرفوك ورا الانترنت في الفيسبوك في الانستغرام تتكلم تعطي مواقف اليوم في التلفزه مباشره
مرحبا بيك. بيك عايشك لطفي، ربي يفضلك. حتى نعرفوا بعض الاسماء اللي خليكم وحنان العش هذا اكتشاف اليوم، شكوني الطفله هذه؟ عسلامه. عسلامه ليك، وحشه يا بنتي، توحشناك. الحمد لله انفيتي في عبد الله شو تايم. برنامجك توحشك، وليت الناشي انفيتي تو. انفيتي. بوغ انونسي زاد اللي الجمعه الجايه كيد زويم باش ترجع ان شاء الله. دونك باش ترجع كي ترجع تشوفني كل جمعه، حتى كان انت ما تحبش تشوفني كل جمعه. دريم توا انت معناها كي الملايكه خاطرك صغار تبدالي بشيطانة. لازمني نحكي لكم دابوغ علاش. احكيوا لي ساعه كيفاش خطفت هذه، شنو هي مدخلكم في الشيطانة؟ ممثل، ممثلين وكليب. ممثل زاده. ممثل، ممثله، ممثل. مش ممثله رمزي، احكي على روحك. انت شيطانه حق صحيح. والله مثلنا بالكليب، انا واحد من الناس معناتها جاتني الدعوه من خويا وليد، معناتها فرحت برشا لاني معناتها وكان حضور شرفي مع وليد. انا واحد من الناس وليدي تعجبني موزيكته، يعجبني اغنيه، الاغنيه اللي بينا نعرفها وعندي معاها برشا توارخ اللي كانت قبل ما تكون كليب. دونك عجبتني المقترح، مشيت خدمت. وانا زاد راهو فما حاجه مهمه راهو ياسر لطفي، انه انا واحد وليد نحب له الخير لانه يخدم في هالظروف الصعيبه هذه، راهو مو سهل راهو في الظرف هذايا الصعيب انه انسان ينتج توا والكليب في جرة الكليب والغناء في جرة الغناء. صح، قليل تلقى واحد مست وقلبه باهي. ريت هذيك الفوم من الداخل ولا قلبي ولا اللي مش عاجبني. الا بتحكي لي عاد انا اسمع. سلطان خويا، من كنت تستنى في فرصه هكا انك تبان في كليب، انك تخرج من وراء الكاميرا نتاع دارك اللي انت؟ والله تجربه حلوه مع وليد اول مره الحق، استانست بالتليفون بالدار نبر وحدي. مرسي وليد. قول له مرسي وليد، باش يذلني على الكليب هذا. يذلك عليها. ومنه باش ما نكلاشيش في فيديوهاتي وكذا ونقول لك حاجه وحوجه. لكن ما تصورش روحك، خاطر انا نعرفك الخط نتاعك، ما تصورش روحك تلقى روحك اليوم في مأزق مع الشعب التونسي، لانك في بعض فيديوهاتك تحكي على الاخلاق والاخلاقيات ومحافظ ومتدين نوعا ما، وديك فما موضوع شائك على الدين وعلى الاسلام وعلى الخمار وعلى غيره وغيره وغيره، تهبط وتحارب وانت ماك الجنود نتاع الناس اللي معناها يقولوا كلمتهم. وتتدخل بفكرة إنسان محافظ في المجتمع هذا، وهذا ما يتنقذش مع ظهورك في الكليب هذا. بصراحة راه مانيش نحط فيك في فخ. علاش فاش نعملوا احنا في الكليب؟ كليب عادي. شنو واش تعملوا؟ شيطانة وكباري ودنيا وشراب، ومعناها نعرف اللي هو ماء وتاي، لكن هذا ما السامبول بتاع ذاك الكل الشيء هذاك. لكن تمثيل هكا، انت محافظ على محليك وجوك باهي، ما كي تبدا تمثل انا تلبس ما مانيش نحاسب في العباد في فيديوهاتي على اخلاقياتهم وعلى تدينهم. دونك هذه فرصه باش الموضوع هذا يتحكي فيك. والله نحكي في المواضيع اللي نشوفوا فيها كل يوم، يعني نقدروا نحاولوا نصلحوا احنا الاكثر الاقل. فيديو عاديه جدا ما فيهاش حاجه بصراحه. ونعرفك تحب امك. تحب امك؟ نحب على الاخر، ربي يفضلها لي ان شاء الله. احلف ورا السمي تاي وما. سيبنا لطفي بجاه ربي. قول ورا السمي له تاي وله وما. ورا السمي له تاي وله وما. جاوبتي بسكوتك، جاوبتي اقوى، ما تنجمش تمنعه، هذا ما تنجمش تمنعه. علي حصل لك هيك اعمل لك. وليد كيفاش تنجمت؟ علاش الشوا؟ علاش هما؟ والله اول حاجه اصحابي. هذه أول حاجة. اثنين علاقتي بهم طيبة على الآخر. ثلاثة شوية تمشي أنه جمهور رمزي ماهوش هو بيدو جمهور وليد، جمهور وليد ماهوش بيدو جمهور رمزي، وهي بيدا الحكاية الحلمي وهي بيدا الحكاية الحنان. وأنت شنو دخلك في الكليب هذا؟ كيفاش صارت؟ والله دابوغ نحب نشكر وليد، خاطر برشا شكاير. لا بالحق كان اكسبسيونيل. شنو مدخلك في الكليب؟ اش بيك نحبوا نخدموا نعاونوا اصحابنا، نعاونوا بعضنا خويا فنانين. والله يتكلم كي نسالك مش نوفل. لا 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 خويا اش مدخلك؟ شنو مدخلك؟ مش نوفل الفوضى نتاع نوفل. كنا برد واحد عايش خويا. اي مو شكم يحب عايش خويا. نعاونوا خويا. عايش خويا. دونك لطفي باش نقول لك علاش اكسبتي انا لو رول. بوركوا؟ اللي يكوريسبون با برشا الفالور كو انا نمن بهم، سي با دو تو لو بيرسوناج. مي وليد عمل معايا فازة طيارة في كيدز دريم من أول حلقات، ما كانتش معروفة كيدز دريم. جاني أن كام تاع وليد صغير خليل، دايوغ نبوسو برشا يا خليل يا خليل ذكر. وطلبت وليد ما يعرفنيش، ما يعرفش شنيا كيدز دريم، حكيت له قال لي معاك من الأول للآخر، مشينا تورناج تاع كليب، مشينا لوغيستخومون نتاع. دونك من الاخر عمل معاك البي وما حكركش انت رجله معاه واخترت تلعب معاه رجله الحكايه. معناتها ليه؟ خويا يا خويا سي كان ميم زيد ان رول كو جو في جوي
اللي مو كوريسبون با بالكل. لكن انا عندي خبر في الكليب، الرجل هذايا والكليب وظهورك بالبرسوناج هذاك اعمل لك مشكله مع صديقك الحميم. بحق ال... عبد الله مع حميمك. يا وليد شو عملت لك يا وليد؟ والله غاديني والله. اسمع تيزر هو بالحق لي بروفوكاتور، مي لازم العباد يفهموا اللي هذاك سي ان بيرسوناج دور لواحد. شكون هو صديقك هذا؟ تعمل اصدقاء وما تشاورناش في عبد اللي شو تايم والدنيا. انت ماك راضي عليا عاد. ما يجي يخطب من هنا، فماش راضي عليك يجي يخطب من هنا. الحلقه الجايه يجي يخطب يتعدى على بيجا علي هنا وعلى على ليكيب نتاع القناه توافق له ولي ولا كيكه مسيبه الدنيا. لا ما فهمته اللي سي ان بيرسوناج فهم نجم نجم سا بلاس ونفهم اللي حاجه. كيفاش انت اليوم عندك خطيب وصديق مش فاهم مهنتك مش فاهم حضورك مش فاهم؟ لا هو فاهم الحق تاع ربي، اما قال لي توا تو ديباسي ان بو لي ليميت، اللي هي فما سين خايبه بالحق في الكليب اللي هذيك قلقته برشا. قال لي شنو هي؟ اما هي السين؟ ثاني نحب كيفك نحب نعرف اما هي السين؟ فك علينا هذولي ما تحطتش تقصد من الكليب خاطر توا اول مره نشوفوه كنا نتفرجوا عليه. انا حسيت توا انتم هكا تاع المقافل اللي تفرجت انا مش نشوف توا العباد الكل تفرج ماشيين سبيسيالمون يلوجوا على المقافل هذيك. شوف هذيك تقفل في المقافل. ما نعرفش مالكش انتم جبتوا لنا كليب اللي تعدى في التلفزه مش الكليب اللي هابط غاديك. كليب نتاع عائلات جبتوا لنا. لا ولا لا 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 هذيك هو. لا ماك هو مع سان بيرسوناج واحد يلعبوا سكر في الشميز عادي. قداش من قفله سكرت انت؟ نكرك زوج. الشميز شكون؟ شميزك انت ايش المقصود منها تسكر في الشميز وباللحيه كذا؟ زي لطفي تو شنو تو؟ بدل في دمشق. بدل في دمشق؟ باهي باهي. انت حسابك مش تاعت التوت، انت حسابك على الانترنت وفك لي باج سوسيو يقول لك تحيروا لك الدنيا الكل خويا. يخافوا من وليد ان تولي كا فيليسيتاسيون جروب محلاهم معناها لمه مزيانه اي سورتو استغليت ظهورهم. انا عجبني الكليب وعجبتني القصه سي بيان في محليكم ظهرتوا هذا اللي نجم نقوله خويا. نوروني انا بيدي معناتها خلصت خلصكم؟ انا خلصت خويا شوف مع الجماعه. انت خلصت تاي اللي حكينا فيه؟ اه براس سمك. لا يا ودي لا شنو خلصت تاي؟ خلصت قهوه. ما خلصتوش اه؟ بصراحه خونا وليد نخلص على خويا. لا ما غير فلوس سي ان ايشونج كيما قلنا. لا لا ما اسمعني راهو ايشونج كيما قلنا معناها باش تغني لها في فرحه بلوشي اللي كله معمولين عليك. اسمع تبدا قاعد خويا وينك هيا غدوه راني لو 27 شنو لو 27 تلقاها لو 27 سهريه الكل عليك انت راهو. كيك مره صورنا معاك اي طيب عرفتي مره صورنا معاك ولا نسيناك اي طيب على الاخر عرفتي. نحب نعرف ما يعرفوش لغتي طيب مش فاهمين. نجيك ونص نجي باش نعرف صحيح. طب مثلا كيف فنان مش يعرس باش يكلم فنانين اخرين، اسكو يقول له استدعاك العرسي ولا طولك ما صح رقعه تقول لي جي غني لي. والله عاد انت شنو ليش انا ما نعرسش انت ما عرسش باش نعرف شنو نقول. انت برمج انت برمج عرس انت برمج وش يهمك كيما تجيك تو بعضهم صحيح باش نعرف شنو نقول. نقول له تفضل مرحبا ولا باش تجي تغني لي كيفاش؟ انت فما ساعه واحده باش تاخذك انا خويا خاطب ومش نعرس وخطبت وملكت بالحق وكلهم بعض عملت الحنة. والله والله يا ربي مش نعمل حنة وش نعمل ربي معاه باش تعمل حنة انت باش تحني؟ اي نحني صبعي. بعد شيطانة اش فما سيدي؟ بعد شيطانة عندنا برشا برشا غنيات جديدة نورمالمون شهر مارس نديبلاسيو للصحراء تصور كليب باش نصوروا كليب في الصحراء ان شاء الله الصحراء نتاع دوز يهبط في اخر مارس كلمات كلمات والحان حسني الكثيري نوجه له تحيه كبيره وشاعر ممتاز جدا. عندنا برشا خدم براتيكمون كل شهر شهر ونص نهبطوا كليب هذا هو معناتها. سمعت فما فيتورينغ زاد مع رابر كبير. فيتورينغ ما نحبش نصرح عليه كما تحضر الغناء الا ما تحضر ايه سينو ما تحكيش ما ثماش عليه شيء. باهي رمزي خويا جديدك؟ والله جديدي توا حاليا معناتها حصه معناتها اذاعيه برنامج ثقافي جديد عنوان مشاهير كل نهار سبت من نصف النهار للساعتين على راديو ميد نستضيف فيه فنانين مشاهير نحكي معهم على جديده وعلى معناتها خدمتهم. مازال انت مازلت ما جيتش زاد لطفي باش تنورني قدام المشاهدين والله ما تجينيش انا نعبد فيديو ما حبش يجي. قاعد صايب عليهم في المساطه ولا تحكي؟ لا 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 والله نحكي معناتها بالحق معناتها حاجه اخرى اللي في الاخر اني انا معناتها انسان معناتها جوجو رول نتاع مثلا نعمل المساطه اللي تسمي فيها انت مساطه. معناها انت اليوم جاي بعد المساطه صايبت هذا الكل تحب تفهم العباد اللي انت ماكش ماست هذاك راهو دور حاجه اخرى. اي حاجه اخرى بلا ما تنجمش نصدقك. لا لا اسمعني خلي شوف هو خليه يشوفني في الراديو حاجه بالله صدقتوه ويحب يشوفني في التلفزه حاجه صدقتوه
انا لا واسمع راني نحب نحافظ عليك المساطه راني نمشي نشد لك بالمساطه شكون يمشي عليك كيما انت عندك خويا سبان وعندك الكلام لحزام اللوط انا عندي المساطه ما نجمش نجاوبوا في برنامجي صحيت لا 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 على اليوتيوب ما تجاوبنيش في عقله بسيط ما نجمش لا ما نجمش نجاوبك خاطر انا في الفيسبوك فيديوهات كيما كيك خويا الحقيقه استاذي خويا ان شاء الله عندي جديد شان يوتيوب باش نطوروا في الخدمه تولي بروفيسيونيل اكثر باش ننفس لك ليكيب اللي عندك ان شاء الله مرحبا بك خويا عايش لي خويا تنورنا وان شاء الله نطوروا يزينا من الفيسبوك شيطانه شيطانه يزي من الكليبات ونعمل بوز حتى نهني على روحي باش نرجعوا كي تزويم ان شاء الله الجمعه الجايه وكاو عملت بوز شويه من التلفزه اللي هي بالماركه نتاع الحوايج نتاعي دونك فوالا كي تزويم في القلب باهي يعطيكم الصحه يا جماعه ميرسي اللي جيتوا بحدانا ان شاء الله في ما اهم ان شاء الله نشكرك على الاستضافه الحلوه هذه من خلالك يمكن الواحد ينجم يوصل مواقف معينه ولا كلام معين ولا يحب يصلح وجهه نظر معينه نشكر الناس اللي وقفت معايا على راسهم اخواتي ثلاثه هذوما في العمل الاخراني نشكر صاحبي ناصر الميجاني وقف معانا وسهل لي في برشا حوايج وان شاء الله نشوفه ناجح يا ربي يا كريم نشكر علاء طرابلسي زاد فنان حلو وقدامه ان شاء الله طريق زينه نشكر كل عبد عاوني وقف معايا ميرسي بيان وان شاء الله تشوفوا مني معناتها اللي صركم ويسيتوا ان شاء الله ان شاء الله ربي معنا شكرا بلي لطفي لحظه نشكر ملك بوسلامه اللي قد لي شعر كمل به عندك تشكر نشكر اخويا الوالده والوالد ربي يفضلهم ربي يفضلهم لك به حنان وانا سهيم بن عزوز هير اند ميك اب هير اند ميك اب ولبسه انت ولبسه تشكر ربي انا ونسلم على تدليله وعم سالم يتفرجوا علينا من باريس شكرا تفضل سي وليد ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا يابا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يابا من صغري نحوس البرور يا عمري البرور في الغربة عديت ايامي من صغري نحوس البرور في الغربة عديت ايامي يما 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 في الغربة عديت ايامي انا حتى نلاقي حتى نلاقي للي تلي بدور يا والله يا والله يا والله للي تلي بدور هي فني وهي غرامي 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 يا ليلي يا عيني يا ليل يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليل يا
ناديلك يا وليفي حسب روحي نامل في خليني نحب على كيفي خليني نتغزل بيك كيفي ناديلك يا وليفي حسب روحي نامل في حسي الدنيا عليك تغني انت حياتي وانت فني وانت تغيب وتبعد عني انت تغيب وتبعد عني عبد بني بين خوف خليني نحب على كيفي خليني نتغزل بيا كيفي ناديلك يا وليفي حسب روحي حسب روحي ليلي يا عيني يا ليلي